صباح الخير مشاهدينا، لليوم الجمعة دعوة أكيد لحتى نحن وياكم نترافق بعالم الصباح، محطتنا الصباحية اليومية أكيد عبر شاشة تلفزيون المستقبل. ومع تغيير الساعة من خلال أسبوعين نهار الجمعة صار وقتنا شوي أقصر، إذا نترافق من هلأ لغاية الساعة تقريبا 11:30 بتوقيت بيروت، بس هالشي ما بيمنع أنه عندنا فقرات عديدة رح نترافق فيها أكيد بعد شوي. الأبراج مع كارمن تنطمن على حظنا ونشوف هالنهار كيف رح بيكمل، خصوصا انه اليوم عم نبلش ونحضر لنهايه الاسبوع، ان شاء الله يكون ويكند حلو على الجميع. كمان اليوم من فقراتنا على الموضه مع هاديه، وعلى ما يبدو رح تاخذنا بجوله عالميه الى حد ما، نشوف شو في عم بيصير تحضيرات لموسم اكيد الشتاء والمواسم المقبله. ومثل كل نهار جمعه كمان بتنضم لنا مايا منكون مع بيت بيوت. اما الشيف حسين فبلش تحضيراته من بكير لحتى اكيد يلحق يعطيكم وصفات طيبه لليوم. صباح الخير شيف. صباحو غدا، كيفك؟ انا منيح، كيفك؟ شو بلشنا نحضر من عبكرة؟ مثل ما شايفه الطناجر كلها قدامي على النار، طبعا عبي. بلشت بسلق البطاطا، بلشت بسلق المعكرونه، لان في عنا مشاهدينا وصفتين، مثل ما تفضلتي وحكيتي اليوم نهارنا قصير، فانا حبيت احضر وصفتين، لو نهارنا قصير بس بنحضر فيهم وصفتين، عنا وصفتين كثير طيبين، سلطة الدجاج بالبطاطا الحلوة، وأيضا في عنا مشاهدينا الوصفة الثانية اللي هي معكرونة مع سودة الدجاج، لكن معكرونة مع سودة الدجاج طبق جديد، طبق طيب وشهي. أنا هيك غادة بقول لك كل المشاهدين طبعا تابعونا وحضروا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير خلال فقرات رشة ملح. أكيد يعطيك ألف عافية، وما في أي حجة إنه حدا يبعد عن قدام الشاشة لأنه هلا الوقت بيركض ركض. فإذا فورا نحن وياكم ننتقل لعند كارمن، بنبلش حلقتنا وبنسمع حظنا لليوم. اليوم الجمعة 9 نوفمبر تشرين الثاني، اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج القوس، القمر ببرج القوس والمشتري أيضا جوبيتر موجود ببرج القوس، وكتابي كارمن شماس 2019 صار موجود بكل المكتبات. كيف رح بيكون هيدا النهار على كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك هنالك تغيير كتير كبير للأفضل عندك مولود برج الحمل، وبالتالي فيك تقول انه انتظارك عطلة اسبوع كتير حلوة بتعوض فيها عن تعب، عن كآبة، عن مسؤوليات كتير كبيرة حسيت انها ثقيله فعلا عليك فيك خلال هيدا الاسبوع. هنالك اجواء ممتازه بترافقك اليوم، لا سيما اذا كنت من مواليد اذار مارس، واكثر شيء اذا كنت من مواليد 20 و21 اذار مارس انت الاكثر حظا. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لبرج الثور واخيرا بتزيح الغيمه الثقيله، القمر والشمس اثنيناتهم كانوا موجودين ببرج العقرب وكان قمر جديد، حس مولود برج الثور وكأنه علاقاته كأنها تحت الأضواء وكأنها تحت المجهر، النقاط الصعبة فيها السلبية يمكن بينت. الأجواء اليوم بعتبرها أفضل شوي، مش كتير لكن إلى حل حلي. تبقى هنالك بعض الحظوظ عند 26-27 نيسان أبريل 10-11 أيار مايو. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء وصول القمر لبرج القوس بخليك نوعا ما تحس ببعض التحديات، التحديات بالشغل وبالتعاطي مع الناس من حولك، الناس بتعرفهم الناس ما بتعرفهم، كما انه ايضا تحديات معقوله تبين بعلاقاتك العائليه، بما انه عطله الاسبوع، نحن بعطله اسبوع بدك تكون دقيق من هذه الناحيه. هلا من ناحيه اخرى تاثيرات المشتري رح بتكون ايجابيه، وتدريجيا خلال كل اسبوع هنالك تقدم عند مواليد معينه. الأكثر حظا يلي رح تبلش تلمس التأثيرات الإيجابية هي 21-22 أيار مايو، وهنالك حظوظ أيضا عن 17-18 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان إذا نحن بعطلة أسبوع ما معناتها إنه نحن ارتحنا وما في شغل، بالعكس هيدي عطلة الأسبوع هالعطلة رح بتكون أو هالإجازة رح بتكون ثقيلة حافلة بالمسؤوليات وبالعمل، هنالك ضغوط متنوعة على الأرجح إلها علاقة أو تتعلق بالأولاد أو بالأحبة، وبالتالي يمكن يكون عندك مسؤولية تجاههم
أو مطلوب منك تهتم فيهم أو أنت طالع عبالك تخدمهم وتساعدهم. المهم بانتظارك نهار طويل. تبقى المواليد اللي عندها حظوظ أفضل من غيرها، هي مواليد 9/10 و22 تموز يوليو، ويلي عنده ظرف إيجابي أو سلبي حالياً بدي يضيف أنه 21-22 تموز يوليو صحيح عندهم حظ لكن عندهم مسؤولية فيها تكون شوي تقيلة. بنتقل لبرج الأسد. تتحسن الظروف عند مولود برج الأسد، هنالك انفراجات كتير حلوة عند مولود برج الأسد، هنالك كأنه في هالمشكل اللي كان بينك وبين أحد الأشخاص إن كانوا أهلك أو جيرانك نوعا ما بتحس بتختفي عقدة الذنب عندك وبتحس انه صار الجو ايجابي ولطيف اكثر، اجواء حلوه بتساعدك مولود برج الاسد، وهنالك نوع من صدفه حلوه او حدث ايجابي جدا بيضيف الفرحه لنهارك. الاكثر حظا 23-24 تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء وجود القمر ببرج القوس بخلي مولود برج العذراء يخصص هيدا النهار لاهتمامات خاصة فيه، وكأنه مرق كل هالأسبوع وما التفت لنفسه ما التفت لحاله، همل بيته همل واجباته، وبالتالي بانتظار مولود برج القوس مولود برج العذراء بعض الاهتمامات بحياته الخاصة في هو نفسه. يمكن يكون عندك مواعيد فقط للاهتمام بذاتك وبتحسين أوضاعك، علما أنه البيت أيضا المنزل معقول يكون شوي متطلب، والأكثر تعبا رح بيكون 6-7 أيلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان بعده مولود برج الميزان من الأبراج القوية جدا المنطلقة بسهولة. اليوم مولود برج الميزان فينا نقول عنه شخص متكلم بارع مبدع بشو ما بيعمل. أولادكم اليوم ما راح يسكتوا راح يطوشوكم، الأجواء ممتازة بتسمح لمولود برج الميزان يكون نشيط فعال وعم يتحرك بالإطار والاتجاه اللي هو بيريده، مع احتمال يكون في عنده مفاوضات ناجحة جدا لاسيما إذا كان من مواليد 18-20 أكتوبر. كمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب الأجواء عندك اليوم مولود برج العقرب نوعا ما بتخليك تكون أنت متحكم بكثير من الأمور. مولود برج العقرب الأجواء عندك اليوم ناجحة حلوة تبشر بتغيير بتركيبة بعض الأمور عندك بالشغل، فيها تكون للأفضل بكثير وفيها تكون للأفضل شوي، لكن فينا نقول الخلاصة أنه هيدا نهار بيضمن لك نجاح، شرط أنه أنت ما تكون متهور متسرع أو عم تاخد قرارك فقط لأنه طالع بالك تشوف حالك أو طالع بالك أنك تتسرع، فكون حذر. هيدا نهار نهار ربح أو خسارة، لكن الجو العام بيقول أنه نهار ربح، فما تنزع الفرصة. وبعد الأكثر حظا 21-22 نوفمبر يلي هو على الحفة بين البرجين. بكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس وصول القمر لبرجك ووصول المشتري لبرجك يبشر بالانتقال إلى صفحة جديدة، مرحلة كتير كبيرة كتير مهمة مختلفة كليا كليا عن كل شيء أنت مفكر فيه. يعني بدك ترجع تقريبا من رجعك 12 سنة لورا وتشوف شو اللي صار تقريبا بال 2006 بأواخرها، شو هي التغييرات الكبيرة الحاسمة اللي صارت، شو هي الخطوة، شو المرحلة اللي انتقلت لها. أنت مقبل على اليوم على كأنك تتطلع الحياة كل شخص حسب عمره من منظار مختلف، في تفاؤل بهيدا النهار. صحيح يمكن جاي من يومين كانوا بطيئين ويمكن محبطين، اليوم الجو مختلف نوعا ما، مولود برج القوس بحس حاله أنه مستقوي على حاله، عنده الجرأة ليواجه الحياة، والأخبار تتوالى، الأخبار الإيجابية الحلوة التي تحمل نجاح وتفوق وطموحات كبيرة عند 22-23 نوفمبر. كمل مع برج الجدي. عند مولود برج الجدي اليوم نهار عادي إلى مش عادي، عادي إلى بطيء إلى غير فعال إلى غير مثمر، إلى احتمال حتى يكون في عند مولود برج الجدي نوع من تغييرات مش على ذوقك. هيدا نهار ما لازم تتكل عليه لحتى لإحداث تغيير أو لإدخال تغيير على نهارك. الأجواء اليوم غير واعدة، الأجواء اليوم بالعكس إذا حملت شيء معقولة تحمل أخبار غير سارة أو أخبار محبطة. بعد عن مشاكل وما تطلب شيء اليوم بشكل خاص 28-29 ديسمبر 9/10 كانون 2 يناير.
كمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو من بعد ما الضغوط اللي عانيت منها تحت تأثير القمر الجديد، اليوم مولود برج الدلو مبسوط نشيط من قبل طلوع الضوء، بده يمشرع، بده يلوم الآخرين على بعض الأمور، مستقوي، صار هو بحس حاله أنه هو صاحب القضية. الأجواء بعتبرها جيدة جدا وحلوة، بتخلي مولود برج الدلو يتعامل مع الناس، يتكاتف معهم، يحط إيده بإيد الآخرين لحتى ينجح، وبتقدر تنجح. شرط تبتعد عن التسرع، التهور على الطرقات وبالكلام وبكل شيء، مولود 17-18 شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت اليوم نهار بيقول لك اوكي فرجينا شطارتك، لأن عطلة أسبوع كثير من مواليد برج الحوت اليوم اهتماماتهم بأهلهم بعائلتهم وبترتيب تقلبات وأخطاء صارت، يمكن مع العائلة بدك تهتم بالولاد، بدك تدرسهم، بدك تعطيهم من وقتك، بتحس إنه هيدا نهار منه لإلك. كمان اليوم في بعض المزاجية، لكن الحظوظ لا تزال عند مواليد 5 6 7 و 8 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة ناجحة جدا، سنة بتكمل فيها، بتنجح فيها، بتتقدم فيها وبتربح فيها ماديا، وحتى احتمال يكون في شهرة وتفوق وامتياز. نوفمبر ديسمبر أدار مارس وتموز يوليو هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. شكرا لكارمن على كل هالتفاصيل. حظنا لليوم، بدي اذكركم اذا بعد ما كنتوا عارفين او مش منتبهين انه كتاب كارمن صار موجود بكل المكتبات، بتبلشوا شوي شوي تطلعوا اكثر شو رح بيصير معكم بالعام 2019 اللي كمان كلنا بلشنا عم نحضر له شوي شوي حتى نودع هالسنه ونستقبل سنه جديده. بهالوقت بناخذ بريك بعالم الصباح، خليكم معنا بنرجع منتابع. وعدكم اليوم انه جولتنا مع هاديا على الموضه رح بتكون عالميه مع اسامي كثير كبيره مثل موسكينو، غوتشي، ميوميو وغيرهم، فاذا رح ننتقل ونتابع تفاصيل اكثر بيع الموضه. صباح الخير لكل مشاهدينا، واكيد مع حلقه جديده من فقره على الموضه. مثل ما بنعرف انه عالم الموضه على طول بتقدم كثير كبير، خاصه مجموعات ربيع صيف 2019 اصبحت موجوده، مش اصبحت موجوده، اصبحت حاضره، وبلشوا يعملوا لها برودكشن، يعني فينا نقول ابتداء من شهر جانيوري بلش تظهر بالبوتيكات. ولكل محبين الكروز كولكشن، بعد ما فتنا وعملنا سبيشال خاص عن الكروز كولكشن لاهم دور الازياء، ابتداء من شهر ديسمبر بلش موجوده بالاسواق. لكن هلا ما علينا الا نتمتع لاقصى درجه بالعناوين الموجوده لخريف شتاء 2018-2019. مثل ما لاحظنا هيدا الموسم مميز كثير، عالم الموضه عم بيرجعنا بقوه لفتره الثمانينات والتسعينات بنفس الوقت، ومنحس من الثمانينات نقل عناوين اللي هي السوتينج، اللي هي البدله، يا اما بمعنى التيور، بنلاحظه موجود بقوه من فتره الثمانينات، للاكتاف العاليه بالاضافه للالوان القويه. وكمان بهيدي الفتره الثمانينات كانت بدايه ظهور ولفت انظار العالم على الومن امباورمنت نوعا ما. من هيك لاحظنا بهيدي الفترة كان متساءل ليش كان هالقد المبالغ فيها، وفي كتير ناس بيكرهوها، بس لكن فترة كانت ملحوظة. من هيك عالم الموضة لحد اليوم بعده عم بيركز على هيدي الفترة، وخاصة نحن هلا عايشين فترة وومن امباورمنت، عم نفرشي قديش نحن سيدات قوية بالمجتمع، وفينا نعمل اشياء كتير بالعالم، وفينا كمان نوعا ما نغير العالم، اكيد بس على بالمحافظة أكيد على الأنوثة. من هيك ملاحظ فترة الثمانينات موجودة كتير، والتيار موجود على الطرق كتير مميزة وحديث.
بالاضافه لهالشيء لما بننتقل للتسعينات كمان التسعينات كانت نوعا ما من مبالغه بس كمان كانوا يسموها بعالم الموضه الانتي فاشن. ليش انتي فاشن؟ لانه بهيدي الفتره نوعا ما بعض السيدات بلشوا يخسروا الانوثه تبعيتهم، صرنا نشوف الازياء الاوفر سايز، الموديلات يلي كانت خارجة عن الاعتياد وأصبحت مشهورة، خاصة كانوا بحبوا يعبروا عن حالهم بطرق مختلفة. بالإضافة لهالشي وقتها كانت بداية للسبورتس وير لوكجري، وكمان لوك ات مي ام ريتش، كل شيء بلينج بلينج أصبحت موجودة بهيدي الفترة. بنلاحظ كل شيء ذهب والأشياء الماركات بلشت موجودة. بنلاحظ هيدي الفترة عم نرجعها بقوة كتير، خاصة من السنة الماضية فينا نقول اللوجو مانيا، ظهور الماركات اللي اصبح كثير موجود، بالاضافه للعبارات الموجوده على الازياء بطريقه مميزه، وكمان اكيد عم تنعكس على الازياء والاكسسوار. ونفس الشيء اليوم رح نشوف كمان ماركه موسكينو. ماركه موسكينو كمان احدى الماركات اللي انعرفت ورجعت، خاصة بوجود المصمم جيرمي سكوت اللي فوت الأجواء الفن المرح بطريقة مميزة. وامبارح كان الفينومينا هي كانت اللونش، وأصبحت موجودة مجموعة والكولابوريشن تبع اتش ان ام موسكينو، كانت نوعا ما من هيك فينومينا كثير مميز. وهيدي الشغله اتش ان ام عملها من فتره طويله، وقتها كانت الافتتاحيه مع المصمم كارل لاجرفيلد، وقتها ابتدوا معها ومن بعدها اكيد كفوا الماركات. بس امبارح كان الاوبننج هون ببيروت لاتش ان ام وموسكينو جيرمي سكوت، كانت يعني عن جد كثير مميز، خاصه للمحبين هيدي الماركه كانوا ناطرين وراء ابواب الأبسة ببيروت بالأشرفية، ابتداء في بعض منهم من الساعة 4 بكرة حتى يطلعوا ويكون عندهم حظ ليطلع لهم الأغراض اللي كانوا ناطرينها. وكنا صلنا فترة عم نشوفها على عبر السوشيال ميديا والتيزنج اللي كانت موجوده. على كل حال بس لكن اليوم هيدي كانت الفينومينا، واذا كان حظكم حلو فيكم بعدكم تتوجهوا على بوتيكات يا اما محلات اتش ان ام بلبنان واكيد بالعالم العربي وبالعالم كلياته وين ما بتكونوا. اذا كان حظكم حلو فيكم تلاقوا بعض القطع. اليوم رح نشوف سوا ديفيلي لأكيد لخريف شتاء 2018-2019 ولموسكينو، وهيدي المجموعة أكيد مشبعة بالمرح وأكيد التركيز على اللوجومينيا والعبارات المرحة حتى تخلي كل محبين الموضة والمحبين المرح يكون يتمتعوا بالموضة الحلوة. هننتقل ونشوف سوا هالمجموعة وأكيد اليوم لموسكينو. Thank you.
إذن هنا عم نشوف مجموعة موسكينو والمصمم جيرمي سكوب أحب يخدنا بهالمجموعة على السبيس ايج أما على ستيل الريترو المستقبلي بطريقة مميزة كتير وين عمل الايكونز جاكي كينيدي على ستار تراك بطرق مميزة وحلوة ومثل ما شايفين المجموعة كانت مليئة بالألوان وفرحة مثل العادة هيك مثل على ستايل اكيد موسكينو هيدي الماركه يلي لما ابتدوا من تاريخها بنهايه الثمانينات بعدها لحد اليوم موجوده والحلو انه كل موسم المصمم جيرمي سكوت بحب يفاجئنا بالافكار تبعيته وهيدا الشيء يمكن الشغله المميزه تبعيته ما مثلا فينا عنا وقت لنحط الدافيلي بيرفكت من اجواء كمان المرح والهيك الايكونيك والريترو فيتوريستيك منتقل لستايل مختلف كمان وبدنا نشوف سوا اليوم الماركه اللي عم تكون نوعا ما ايكونيك وهي ماركه جوتشي. جوتشي لخريف شتاء 2018-2019 كمان حبوا يفوتونا باجواء مميزه كثير واكيد المصمم كمان عم بفت لنا باجواء وعناوين مختلفه وحتى هالمره الاجواء العرض كانت نوعا ما هيك شاكي خاصه حول الكاتواك لنوع من مستشفى. عن شو عم بحكي خلينا ننتقل ونشوف سوا مجموعه جوتشي واكيد لخريف شتاء 2018-2019.
اذا هون عم نشوف كولكشن جوتشي لفول وينتر 2018، وهيدي المجموعه مستوحيه من دكتور فرانكشتاين. ومنلاحظ انه في موديلات كتير حلوة وهيك منحس ببداية العرض كان نوع هيك من شاكي، بس هيك هيدي على طريقة المصمم ميشالي يلي كل موسم غير انه بدنا نشوف الازياء ألكساندرو ميشالي، غير انه بدنا نشوف الموديلات المميزة والحلوة، واكيد الفرح والمزيج المواد كلياته مع بعضه، هيك بنحس انه اجا وغير صورة جوتشي كليا. وهون عم نشوف ذا ثيرد اي تبع دكتور فرانكشتاين بطريقة كثير مميزة وحلوة. هلا غير كنت عم بقول انه العرض العالم انه بينطروا مناطره ليشوفوا المجموعات تبع جوتشي، واكيد لمن تصميم ألكساندرو ميشالي اللي عمل مثل تغيير كثير كبير للماركه، كمان بينطروا يشوفوا شو هي القصه وراء كل مجموعه. بس اكيد لما نطلع على الازياء بنلاحظ صار في عقدار ازياء جوتشي، صار عنده الدي اند اي المشبع بالمزيج الالوان والفرح، واكيد اكترية الاوقات بنرجع لفتره السبعينات بطرق مختلفه، وكمان روك اند رول خاصه بالمجموعه اللي كانت نوعا ما جوث خاصه للكروز كولكشن. فاذا ما هالعروض المميزه واللي مريئه شوي هيك دارك ووحدة مريئة بالمرح على طريقة الخيترو وجاكي كينيدي، بنوصل لنهاية فقرة على الموضة. بس لكن قبل بحب أخبر مشاهدينا إذا كانوا من محبين الموضة والديزاين، اليوم في اكزيبيشن تحت عنوان Last Call بمعرض بسن الفيل، فيكم تفوتوا تعملوا ريسيرش عنه، في كل المصممين اللبنانيه البارزين واكيد الديزاينرز اللي كمان بيبيعوا الاكسسوري ومفروشات والديزاين، كلياتهم موجودين تحت سقف واحد ليعرضوا الاشياء تبع المواسم الماضية بخصومات من 60% لـ 90%. فإذا لكل الأشخاص بحبوا يتمتعوا بهدول المجموعات، وفي كتير لقطات على فكرة بحب خبركم لأنه هديك السنة انعمل، وأنا هلأ I'm looking forward لحتى أروح عليه ابتداء من اليوم لنهار الأحد Last Call. وهيك ننتقل عند غادة لتخبرنا شو في عنا بعالم الصباح. يعطيك الف عافيه، كله الوان اليوم، الوان الوان الوان، عجقه عجقه عجقه. يعني حتى لاحظت انه العروض اللي حطيتهم كمان كولرز كلهم ومش لابسه اسود، هيك طلع على بالي اليوم بس البس اول مره وقوي شعراتي هيك فلاش. هادية ميرسي عن جد، يعني عطيتينا هيك نفس كتير حلو هلا للويك اند بهالالوان القويه، واللي حابب يروح مثل ما قلتي على لاست كول انه ياخذ شيء، بفتكر هم بيكون في كل القياسات وكل هيدا، بس في يعني واحد قد ما بيقدر يلحق حاله. بون ويك اند لاليك، خليكم معنا مجاهدينا، بريك وبنرجع منتابع. نرجع اذا على الاستوديو حتى نتابع فقراتنا. بعرف انه هلا اليوم الجمعه والكل عم بيفكر شو بده يعمل بالويك اند، من المشاريع يلي بدكم تعملوها بالويك اند انكم تروحوا على الكوكينج فيستيفال والسالون دي شوكولا، وخصوصا بكره لانه الساعه 3 الشيف حسين رح بيكون موجود بلايف كوكينج، واكيد رح بتابعوا كثير اطباق طيبه. رح ننتقل هلا لعنده مع رشيد ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتابعونا، لكن مثل ما قلت لكم غادة أنا بكرة الساعة 3 رح أكون موجود بالبيروت كوكينج فيستيفال، طبعا لحتى نحضر وصفات، بتمنى تكونوا كتار تحت بكرة الساعة 3
طبعا رح نبلش بطبق كتير طيب رح حضره ورح دوقكم إيه. أما بالعودة مشاهدينا لوصفتنا لليوم، مثل ما خبرتكم ببداية عالم الصباح في عنا وصفتين، عنا سلطة الدجاج مع البطاطا الحلوة بالإضافة للمعكرونة مع سودة الدجاج. هول هن لكن وصفتنا. في عنا هون التحضيرات اللي حضرتهم ببداية عالم الصباح. عندي الدجاج، صدر الدجاج مسحب، شوينا صدر الدجاج مسحب. عندي البطاطا الحلوة، كمان سلقت البطاطا الحلوة، وهون مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا عنا اللوبيا الخضراء، أيضا سلقنا اللوبيا وصار جاهز. هون في عنا المعكرونة، حضرنا المعكرونة بالإضافة مشاهدينا طبعا عم خبركن على التحضيرات اللي حضرناهن لآخر فقرة من فقرات رشة ملح. هون في عندي سودة الدجاج، كمان السودة نظفنا السودة وأيضا غسلناها كتير منيح للسودة وجاهزة عندي. رح حط طنجرة على النار في بقلبها زيت زيتون بالإضافة للثوم، رح نحط معها كمان مشاهدينا الكرافس، وأيضا رح نقلي سودة، نرجع نضيف الكريمة أيضا مع رشة ملح ورشة بهار أبيض بالإضافة للبندورة الكرزية. كمان فيكم تحطوا فطر، أنا حضرت الفطر، اللي بحب يحط فطر مع هالوصفة فيكم تحطوا فطر. أما بالنسبة للصلصة، الصلصة رح تكون هي عبارة عن زيت زيتون وخل البلسمي. هول هن الوصفتين، هذه التحضيرات الأولية اللي حضرناها، انطروني بعد شوي لحتى نحضرهم أنا وياكم لهالوصفتين. أما هلا بالعودة للغادة. يعطيك ألف عافية شيف، نحن فورا رح نتابع ننتقل مع مايا أكيد ضمن بيت البيت. صباح الخير. صباح النور غادة. زواج المصلحة. زواج المصلحة كثير عم نسمع فيه وعم بيكون موجود أكيد. مين قولتك أكثر بيفتش على زواج مصلحة؟ هلا اليوم رح نفكر عن هالموضوع. هلا في أنا سيدة اتصلت فينا الأربعة ووعدت أجاوبها، بس كمان بدي أرجع مرة أجل الجواب للأربعة اللي جاية لأنه وقتنا قليل شوي وبدي أستغل الوقت أحكي بموضوعنا لليوم، فتنطرني الأربعة الجاية بأول حلقة. زواج المصلحة يلي هو بنوعين إذا صح التعبير، بيكون أنواع زواج المصلحة اللي هي بيكون مرتبط بزواج العقل أكثر. يعني وقتا نذكر عبارة زواج العقل، زواج العقل هو وقت الإنسان بيقرر يختار إنسان آخر بينتمي لنفس الطبقة الاجتماعية، بينتمي لنفس الطبقة الثقافية، عنده مميزات كتير بلاقيها هو متجانسة وقريبة من مميزاته، وبحطها بالأولوية لدرجة أنه ممكن يحطها يعطيها حصرية، يعني يعتبر أنه هيدا الشيء بحد ذاته هو كافي أنه هو يخليني أكون سعيد أنا بزواجي. وحتى لو ما كان في مشاعر حب تجاه الشريك، بيكون في مشاعر يعني بالاقتناع، وبيعتبر هالشخص ان كان سيده او امراه او رجل انه الحب بعدين رح يجي شوي شوي. هلا الحب بحد ذاته هون عم نحكي عن شركه، يعني عادي انه بيقولوا الشراكه الزوجيه هي هي عم واحد يعني عم بيأسس يعني الشركه هون شوي تقريبا رح نروح شوي نتطرف شوي بهالحاله، لانه اجمالا هيدي الحالات هي حالات متطرفه. يعني اوقات كثير بتلاقي انه شخصين مقتنعين ببعضهم على مختلف المستويات اللي انا حكيت فيها، بس زياده عن هيك خلقت بيناتهم مشاعر حب. عظيم. لانه مشاعر الحب يلي بيولدها بالنهايه هو الاقتناع. ما في حب بلا اقتناع، ما في شيء اسمه كود فودر، ما في شيء اسمه حب من النظره الاولى. اللي بده يجيب الحب هو بالنهايه نوع من الاقتناع بالشخص الاخر، واذا ما كان في اقتناع من الشخص بالشخص الاخر رح يكون في نوع من التجنب، نوع من النفور، نوع من عدم الاعجاب، فاذا اللي هن نقيض الحب. وانما الامور بتبين لنا غاده انه الزيجات المبكره، وانا ما بقصد اقول مبكره يعني 14 او 15 سنه، يعني حتى زيجات مبكره بين 18 سنه وال21 22 سنه تعتبر زيجات مبكره. صح. كمان هون بتشوفي انه التاكد عند الامراه او عند الفتاه بشكل خاص انه هي مقتنعه بهالشخص الثاني بيكون جدا صعب، كثير بيكون صعب تتاكد انه مقتنعه، وبيكون طاغي على تفكيرها قصه الحب اكثر، وهون بتكون هيدي الفتاه بتامن اكثر بالحب النظره الاولى وبتعتبر انه انا حبيته. وايمتى بنشوف انه انا حبيته بالرغم من سيئاته الكثيره، او بالرغم اوقات من السيئات يلي ما بتمرق، يمكن سيئات بده يحملها لاولاده بعدين، حتى بتصير في فكره انه ما بتقشع هدول السيئات، يعني بتعتبر انه ما عليه، انه مجرد انه بحبني
مجرد انه منيح، مجرد انه بيهتم فيه معلي بكفي. فاذا الزيجات المبكره بحد ذاتها هي اللي اكثر شيء بتكون فيها خطوره اذا بتلاحظي، لانه عدم النضوج عند الطرفين بيؤدي لانه يعتبروا انه خلص مجرد انه في حب، لو في سيئات كثيره عند الطرفين، لو في عدم احترام اوقات فينا نتخطاها وبيوصلوا لمحطه بحياتهم، وقتها النضوج بيكتمل وبيصير اقوى، بيكتشفوا انه ما عم يقدروا يتخطوها بسهوله ابدا. هلا زواج المصلحه مثل ما قلنا هون في اوقات هالمصلحه هيدي يلي حكيت عنها، في زواج مصلحه من نوع ثاني يلي هو زواج المصلحه ماديا، يعني من الناحيه الماديه، وهيدا شيء شائع كمان. عند مين بنشوفه؟ بنشوفه اول شيء عند الفتيات اللي هن بيكونوا مش ميسورين ماديا، بتشوفي انه عند الشباب كمان، عند الشباب بنشوفه خاصة وقت الشاب يعني بيرضى إذا صح التعبير، أو بيقول إنه معليه إذا أنا ارتبطت بامرأة أكبر مني سنا، ولو هي أكبر مني سنا بسنوات معينة، بس أنا بحاجة لحدا يدعمني تأعمل مستقبلي. وكتير بتصادفي حالات بيكون الشاب بعده مخرج جديد وفرص العمل منا مباحة بالنسبة له، وهو بحاجة لحدا فعلا يدعمه ماديا تيعمل مصلحته الخاصة يمكن، أو تينطلق ماديا واجتماعيا. يمكن على فتاة صغيرة يعرف أنه هيدي مثلا أهلها عندهم أو هيك، مش ضروري كمان تكون كتير كبيرة بالعمر، يعني في هيك وهيك صح؟ يعني نحن متى بنحكي عن زواج مصلحة؟ بنحكي عن زواج مصلحة وقتها ما بيكون في مشاعر ارتياح هي قريبة من مشاعر الحب تجاه الطرف الثاني، ما ضروري تكون مشاعر شغف، الحب اللي هو عم بيولد شغف، إنه بدي ضل كل الوقت مع هيدا الشخص، عم بشتاق كل الوقت لهيدا الشخص، عم حس بنقص إذا مش موجود بحياتي، ما بيكون في مشاعر ارتياح عاطفة، وقتها هاي المشاعر ما بتكون موجودة، وبيكون اللي مسيطر على تفكيرنا أمور عملية أكثر، مثل إنه أعمل مستقبلي، مثل إنه ما عوز حدا، مثل إنه إذا أنا عم عوز أتدين تخلص آخر الشهر أنا ما بقى رح أتدين، إذا عم عوز أتدين للطبابة أنا ما بقى رح أتدين، أنا في شخص رح يأمن لي. كل هدول كل هدول، إذا أنا ساكن ببيت أجار مثلاً ما رح عود أنا أضطر إنه أنا قرش فوق قرش لحتى حصل هالمبلغ، فإذا أنا برتبط بشخص بعتبر إنه عم حل مشاكل المادية معه، بس في هون نقطة أساسية إنه هيدا المشاكل كانت مادية حليتها، بس وين المشاكل الثانية اللي بدها تجي بعد الزواج؟ بالنهاية الارتباط في كتير كونترانت او امور معينه، مسؤوليات اذا بقدر اقول، يعني الارتباط في علاقه جنسيه مع الشريك ومع الشريكه، الارتباط في توفر انه بدي يكون متوفره تجاه هالشخص اذا مريض، اذا كان بحاجه لإلي، او بدون كل هالصعوبات بدي يكون الى جانب الشخص، فاذا ما كان في ادنى مشاعر حب وارتياح قد ايه رح يكون في نوع من الدزير او من الرغبه انه انا اكون متواجده بالقرب من هالشخص. هذه امور رح نرجع نجاوب عليها الاسبوع اللي جاي اكيد رح نتابع، لانه كمان في اوقات المصلحه يلي الاهل بيجبروا الاولاد انه هيدا لانه مصلحه العائلتين الى اخره، هون بقى بفتكر الكوارث. اكيد مايا بنشوفك الاسبوع الجاي بالميك ان، مشاهدينا خليكم معنا بريك ونرجع نتابع. مثل ما قلت لكم اليوم نهار الجمعة، الوقت رح يركض ركض، لهالسبب فورا رح ننتقل مع هالمحطة المفصلة الشيف حسين ورشة ملح ونخلص أطباقنا لليوم. شو شيف؟ صباح الخير غادة، صباح الخير لك. عنا 10 دقايق 10 دقايق شو بدنا نعمل؟ اوه بالعشر دقايق نعمل 200 طبخة بعرف 200 طبخة 300 طبخة قد ما بدنا. تفضل يعني. عندنا وصفتين لليوم مثل ما خبرت المشاهدين عنهم ببداية عالم الصباح، سلطة الدجاج بالبطاطا الحلوة، وأيضا مشاهدينا في عنا الطبق الثاني المعكرونة مع سودة الدجاج. المعكرونة مع سودة الدجاج هون عندي السودة، طبعا أول شيء حطينا زيت زيتون، حطينا زبدة وحطينا توم، لكن زيت زيتون وزبدة وتوم عم نقلي سودة الدجاج. طبعا شو رح ضيف لسودة الدجاج؟ رح ضيف البندورة الكرزية. أوكي؟ لكن مثل ما عم بتشوفي عندنا ايضا بندوره كرزيه، نترك نحن هون السوداء لحتى تبلش تستوي، بعد ما تستوي السوداء رح نضيف باقي مكونات. طبعا غادة فيني احط ايضا من الفطر الطازه معها بصل؟ لا فطر طازه اوكي بهالشكل،
بس المكونات اللي عم نشوفهم على الشاشه ما فيهم فطر طازه. طيب بهالوقت انا لحتى اكسب وقت اكثر في عندي هون الطبق الثاني السلطه. للسلطه شاوي الدجاج، سلق البطاطا الحلوه وسلق اللوبيا. شو رح اعمل هلا؟ رح اجي جيب الخس الايسبرغ ورح جيب لكن عندي خس ايسبرغ بهالشكل. رح نحط خس الايسبرغ مثل ما عم بتشوفوا لكن مشاهدينا بهيدا الشكل، ورح ضيف على خس الايسبرغ باقي مكونات. طبعا فينا نحط ايضا شوي من الخس الملون بهالشكل. ورح اجي انا هون شو رح اعمل؟ رح اجي جيب نبلش السلاد صح؟ لوبيا بهالشكل، لوبيا. واللي ما بيحب اللوبيا شو بيعمل؟ بلا ما يحط لوبيا. اوكي. في مشكلة أنا واللوبيا، مش كثير أصحاب. عن جد إذا ما بتحبي اللوبيا عادي، فيك بلا اللوبيا فيك تضيفي حيلا نوع، فيك تحطي حيلا نوع من أنواع الخضار. اوكي. ما عندك مشكلة. بهالوقت بنشوف شو صار في عندنا بالسوداء. لازم يسكوها منيح. صح. تقريبا بلشت السوداء تستوي. اكيد رح نحط بهار ابيض ورح نحط ملح. رح اجي اخذ البطاطا الحلوه. بحط البطاطا الحلوه بهالشكل. اوكي. هيدي لكن البطاطا الحلوه. رح اجي ضيف نزينها شرائح الحامض. شو بدنا نعمل لها صوص؟ رح نعمل لها صوص. هلا رح احط على وجهها زيت زيتون، رح احط على وجهها خل بلسميك. أوكي. كمان بهالشكل. اوكي مش غلط نحطها ودي على الميلتين بهالشكل. ورح اجيب ايضا كم حبه بندوره كرزيه. ايه كمان حط بندوره كرزيه معهم. ما بتصدق قد ايه هون ريحه السوداء كثير شهيه. واصله لهون الريحه. طيب هيدا اول طبق تقريبا لحلقتنا لليوم، بلش يأشرف على نهايته. بالاضافه لصدر الدجاج مثل ما هن. ايه رح اتركهم مثل ما هن بهالشكل. رح احطهم بالنص. أوكي. بهالشكل. كمان بنجيب بعض من البندوره الكرزيه. اوكي. يلا. طبعا هون السلطه فيك تحطي لها شو ما بدك، فيك تضيفي لها كمان من الجبنه، ما عندنا اي مشكله. طيب هيدا زيت اول طبق. رح نجيب خلصك من هيدي. يلا. لكن مثل ما عم تشوفوا زيت زيتون بالإضافة لخل البلسمي بهالشكل. كمان بعد ما خلصنا شو بعد؟ نجيب عصير حامض. اوكي هلا هيدا الطبق صار جاهز. انا هون بهالوقت شو راح اعمل؟ راح اجيب الكراب، راح اقطع الكرافس بهالشكل وضيف الكرافس للسوداء. اوكي؟ طيب رح نضيف مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا كرافس كمان للسوداء بهالشكل. ورح نضيف ايضا من الفلفل الابيض. بنحط فلفل ابيض. بنحط كمان رشة ملح. طيب هون لكان هيدا الخليط سوداء تقريبا بعد بدهم حوالي دقيقة، وبنضيف لهم الكريمة مع الباستا. طيب بهالوقت أنا بدي أذكر كل المشاهدين إذا حدا عنده أي سؤال بحب يسألنا إياه فيكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشة. أنا كل يوم بجوبكم طبعا، بس ضل في عنا وقت قد ما فيه بجاوبكم على الاسئله.
عندنا أسئلة اليوم؟ أكيد عندنا أسئلة، بس هلا إذا ضل معنا وقت تعرف لأن اليوم نهارنا قصير. صحيح. فأنا بهالوقت كمان بدي أذكر كل المشاهدين إنه بكرة نهار السبت رح كون متواجد معهم على الهواء. أكيد. وأيضاً ناطرينك بكرة كلنا. بحب يروح يدق أكلاتي، فيكم تنزلوا بكرة على البيال سابقاً سي سايد على البيروت كوكينج فيستيفال، أنا هونيك موجود لحتى نحضر كمان الساعة 3 لحضر طبق كثير طيب. بعد ما حضروا للطبق هونيك برجع بيجي بحضره نهار الاثنين هون هون. اوكي فينا نعرف شو او ايه فينا نعرف؟ هو الباستا الاورزو مع الشانكليش مع الدجاج مع الفريكه، كومبينيشن كثير طيبه رح احضرها بكره. بدك تعمل كميات كبيره. ايه صح، كميات كلهم رح يكونوا ناطرينك بكره 100%. طيب هون ضفنا الباستا. اه هيك كله سوا. رح اجي ضيف الكريمة. سلقتها الباستا اكيد نص سلقة ولا لا؟ لا سلقتها سلقة كاملة. اوكي. وهون ضفنا الكريمة. ونخليهم يغلوا غلوة. شوي بكرفس احنا قليل حتى هيك نتذكره. صح. بس كثير طيب. صح. ليكي انت هون ملا خليط. يعني برجع بذكر كل المشاهدين غادة. حطينا زيت زيتون وحطينا زبدة، حطينا ثوم، قلينا سودة الدجاج. رجعنا حطينا البندوره الكرزيه، حطينا الكرافس، حطينا كمان من الفطر، وايضا حطينا البني الباستا المسلوقه طبعا المسلقه عاده. هون انا بدي اقول شغله للمشاهدين، فينا حي اللطات. نحن عندنا بالاسواق في عندنا كذا نوع باستا وكل نوع له مده معينه لحتى ينطبخ فيه. نحن بنشوف على الكيس اللي بنشتري فيه الباستا بيكون في عندنا مثلا 8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق حسب العجينه المعجونه. طبعا نحن هون عم نحكي بعد ما تغلي المي بنحطهم 8 دقائق او بنحطهم 7 دقائق او بنحطهم 10 دقائق. أوكي؟ اوكي لكن مشاهدينا هيدي وصفتنا. بنقول شو صار انه هذيك المره حطيناهم 5 دقائق كانوا منيح هالمره، لكن هيدي وصفتنا بلشت تأشرف على نهايتها، صارت جاهزة. الباستا مع سودة الدجاج طبق كتير طيب وطبق شهي. فينا نحضر هالطبق مش بس بالبني، بحيلا نوع من أنواع الباستا ما عندكم أي مشكلة. كمان واللي بحب أيضا صلصة البيستو أو الحبق، في ضيف لها صلصة بيستو بتعطينا نكهة كتير طيبة. صلصة البيستو مع الكريمة، وفيكم كمان مشاهدينا تحضروها أيضا بصلصة البندورة. طبعا تعملوها صلصه بندوره غير الصلصه البيضاء. هلا شو رح نعمل؟ مازال بلش يخلص وقتنا، طبختنا بلشت تخلص، اشرفت على نهايتها، رح اجي انا اخذ بهالشكل صحن مع الباستا مع قصبه الدجاج، لكن هذا الطبق صار جاهز عنا. رح اجيب بشو بتحبي نزينها؟ بدها شوي اخضر هيك. يلا اخضر اخضر صح؟ عندي لان فيها كرافس رح احط لها ورق كرافس، وايضا في عندي كمان اكليل الجبل كان هالجمعه مرفقنا. يا عمي هالجنينه ما في غير بسم الله بسم الله. اكليل الجبل كان مرفقنا كل الجمعه فمنحط ايضا اكليل الجبل. لكن غاده مثل ما شفتي هول هن وصفاتنا لليوم. كان في عنا وصفتين، كان في عنا سودة الدجاج مع الباستا، وأيضا كان في عنا سلطة الدجاج مع البطاطا الحلوة. مثل ما شفتي سلقنا اللوبيا، شوينا الدجاج، كمان سلقنا البطاطا الحلوة. أنا هون بذكر كل المشاهدين البطاطا فينا نشويها كمان. صح البطاطا الحلوة بس نقطعها بهالشكل ونسلقها ما بدها كتير عنا وقت على النار، بدها تقريبا حوالي 20 دقيقة لحتى تستوي. قدمنا بندورة كرزية شرائح حامض، خل البلسمك وزيت الزيتون، ومثل ما شفتوا برجع بعيد اخر مره بالنسبه للباستا حطينا ثوم بزيت الزيتون بالاضافه للزبده، حطينا ايضا القصبه بعد ما كنا منظفين. هون القصبه لازم نحن نقطعها وننظفها كثير منيح بالخل والملح، فضفنا القصبه للثوم وزيت الزيتون وزبده، حطينا البندوره الكرزيه، حطينا الكرافس، وايضا حطينا مشاهدينا الكريمه، ومثل ما شفتوا كل المكونات. أنا هيك بدي أشكرك، بدي أشكر كل المشاهدين. بكرة نهار السبت أنا رح أكون موجود معهم على الهواء طبعا، وبدي أقول لهم ألف صحتين. وصفتنا لليوم إن شاء الله يكونوا نالوا إعجابكم، وجمعة مباركة للجميع. وإلك كمان شيف ميرسي على السريع السريع اليوم راكد 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 لحتى الوقت ما يسبقنا، إنما أكيد هلا وقتنا خلص بما يختص بنهارنا اليوم الجمعة بعالم الصباح. بقية النهار كتير حلو وتحضيرات للويك إند، وأكيد نشوفكم بكرة الساعة 10.